هناك ما كان استعداد ابدا. تم التجمع، كل نادي يبعث 5 أو 4 لاعبين، وتجمعنا في بيت الفلج، وطبعا استدعى مدرب مصري ممدوح خفاجي. الفترة هذيك وصلنا يمكن في حدود 60 لاعب أو أكثر. يوميا صبح ومساء توزيع، نلعب توزيع 11 لاعب 11 لاعب، من كل توزيع في ربع ساعة نص ساعة يختار لاعبين. في خلال 5 أيام اختار 24 لاعب. من بعد ما صفوا اللاعبين جميعا من السلطنة واختار، بدأ اللي هو شو اسمه التمرين الجدي، تمرين استعداد لدورة الخليج. دورة الخليج كانت الثالثة، يعني 2 فاتنا اللي سنة 70 بدأت، و72 واحنا دخلنا في 74. هذا بالنسبة لي. لما وصلنا طبعا معسكر بيت الفلج، السكن في بيت الفلج، الملعب ترابي. راح يلعبها في الجناح الشمال كورنر من ناحية الشمال. تلعب تروح الكرة إلى علي عسيري، يحاول طلع عسيري على الملعب، راح عسيري طلعها، شوت علي عسيري، نبدأ جول 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 على عسيري، حط الجول على عسيري، جنب الغائب اليمين حط الجول الثالث، كرة حلوة. لما وصلنا وفروا لنا ملاعب معشبة في الكويت، وايضا التحقوا معانا الجالي العمانيه اللي كانوا يلعبوا في، كان في اتحاد العماني لكره القدم في الستينات. الفرق اللي في الكويت العمانيه يعملوا دوري بينهم، وهذا انا حضرته، يعني كنت من الاشبال الطليعه. التحقوا معنا مجموعه كبيره، الاتحاد الكويتي والدول المشاركة اسمحوا للمنتخب عمان أن يتجاوز العدد المحدد اللي هو 24 لاعب. ليش؟ لأن الاستعداد ومنتخب جديد، استعداد قليل جدا بالنسبة للفرق الثانية. فالحمد لله التحقوا معنا لاعبين، اختارهم أيضا المدرب، جمعوا له اللاعبين اللي موجودين في الكويت اللي ما ملتحقين معنا واللي ما مرفوعة أساميهم في الكشف. الدول وافقت المشاركة والدولة المضيفة وافقت، فطعمه المنتخب بعض الأخوة اللي في الكويت في المدرجات المخصصة لهم، المدرج اللي على الناحية اليمنى وناحية الشمال. علي المولى مع الكرة وراح يشوت حلوة، جول جول جول، يا سلام، كرة حلوة فعلا، كرة حلوة، كرة جاية على طول ويستلم على المولى وديش ويشكل خطورة ويقول الثالث. احنا اولا كلاعبين، يعني كنا لاعبين قبل دورة الخليج، نلعب ونتابع في الجرايد، نتابع بالتلفزيون، نتابع هذه الاحداث كلها، كان نعرف عن اسماء اللاعبين، نعرفهم كويت، بحرين، الامارات، السعودية، قطر، اسماء اللاعبين اللي لعبوا ونتابعهم. لما جينا احنا كأنه حاسين انه هل بنقاوم الشوطين ولا لا، كل تفكيرنا ان احنا بس نقاوم، ما تكون هزايم يعني مو طيبة. والأول مباراة مع كويت ما صدقنا، حتى لو كانت النتيجة اعتقد 5، لكن اقول لك الجمهور يتابعونا. حتى الحربان اتذكره في مباراتنا مع كويت، حتى لما الواحد يرجع للفيديوهات او يرجع للانترنت بيشوف المباراة، يقول منتخب عمان خام بدون خياط، خام جودة لكن مفصل، الخياط ما موجود. بما معناه انه كأفراد جاهزين، لكن ما الوقت مع السعافنة والتجمع، ويعني من هذا. حول الى حمد محمد، حمد محمد، حلوة المباراة، جول 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 جول، يا فتح كبير، وحمد محمد اثنينهم هم اللي اشتركوا في الجول، حلو من حمد محمد على طول، وما قدر يمسكها حارس المرمى، تطيح من ايده ويكملها فتح كبير ويحط الجول الخامس. يا سلام يا اولاد، فعلا تحركوا المرة، لان في 74
اللاعبين الجهد اللي داخل الملعب ما ممكن ما تصدق ان هذول الوقت ما كافي لهم. ناس الروح المعنويات اللي عندهم غريبة 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 يعني. حتى تصور كيف انت الحين تذكر تسألني عن المنتخبات اللي معنا، احنا نسكن مع بعض في فندق واحد صح، ناكل مع بعض، باصاتنا متواجدة مع بعض، نروح المباريات اللي ما له مباراة كتفرجة نمشي تتحرك الباصات مع وأصدقاء ناكل مع بعض، الكويت قطر دول الخليج كلها، الإمارات كانوا زملائنا، الكويت السعودية، المهم احنا نحصل يعني فوق هذا المعنويات اللي الفرق بيننا وبينهم معنوياتهم قوية بسبب جاهزين من كل شيء، ماديا معنويا، يراعوهم في الدراسة، يراعوهم في العمل، يراعوهم جايين. يقول لك الواحد يعني حاطين له بس اسم انه موظف وهو مش موظف. احنا طول الدورة تصور يعطونا اعطونا 50 ريال عماني دورة كاملة كل لاعب 50 ريال، وفوق هذا ما فكروا الشباب يعني كلهم ما فكروا في المادة، ان هذا يستلم اللي جنبي ساكن جنبي من دولة كذا كذا يستلم كذا. يسمعوا نسمع ناكل مع بعض نجلس مع بعض نروح مع بعض فندق كلنا مكان واحد نسمع ايش هذا من هذا. تصور في واحد من ما بذكر اسمه من لاعبين دولة يجوا يقدموا الاختبارات ثانوية عامة الى الفندق واحنا نشوف. محمد غانم قطر، وفي فاول داخل عليه خالد التركي بعرقله، وفي فاول ضربة حرة لصالح فريق قطر. محمد غانم بشوت حلوة، جول 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 حلوة على طول. محمد غانم يشوت وتخش الكرة يم أحمد عيد، كرة قوية كرة قوية. ببدأ بالتعريف، المدرب ممدوح خفاجي مصري الله يرحمه، كابتن سعود الحبشي طبعا هذا أنا، جنبي ثاني نصيب، مبارك خميس، السويد خميس، عبد الغادر خليفة، وصلاح الليثي مدير الفريق أيضا مصري، جلوس عبد النبي عبد الرسول، بخيت الماس، حديد نصيب، مسلم العمري، المرحوم الله يغفر له ويرحمه صالح سبيت مقدر. جول حلوة حارس المرمى طالع لأنه خايف يتقدم 18 ما تري وده بيده ارتدت جاسم يعقوب وراحت جاسم وحطها جاسم يمينه ما يصلح ركله. بالنسبة للدورة اللي في قطر الدورة الخامسة، أنا استلمت كابتن منتخب مباراتين، هذه الصورة مباراتنا مع الإمارات، وهذه الصورة الثانية مباراتنا مع البحرين. هذه صورتي طبعا عامل عليها دائرة، وهذه الصورة وعندي 3 صور غيرهم. هذه مباريات الودية في مصر، 3 مباريات ودية أنا كابتن منتخب، استعداد لكأس الخليج الرابعة. الحديث اللي جرني على هذا أنا أوريك إياه، إنه لحد الآن ما حد ذكر إن أنا يوم من الأيام استلمت كابتن منتخب، حتى إني أنا اللي جايب الهدف الأول نشر في الإعلام في الجريدة باسم واحد آخر. ليش؟ هذا حق من حقوقي أنا. فريق العماني سجل فقط لحدان في الدورة 2، هدف على قطر وهدف على فريق السعودية، وشايفين الحين في بلنتي ضربة جزاء للفريق العماني. سلم العلوي بشوت حلوة أدخل جول في الدقيقة 21، سجل سلم العلوي الهدف الأولاني من ضربة جزاء لفريق عمان، تصبح النتيجة 1-1. واحد من العيقة الوالد سبيت خميس سمعني شريط محتفظ فيه تعليق سالم سيف، استغربت من التعليق واسمي واسم زملائي في الشريط، تعليق مباراة كاملة
ضد الكويت، فكانوا يتابعوا بالراديو.